اللباس التقليدي الجزائري. أنا شاركت في عدة صالونات من بينها عاصمة الثقافة العربية 2006، وشاركت في عدة معارض. أنا راي عندي شهادة شرفية، حصلت على أحسن منتوج على مستوى الولاية تغريزة، شهادة شرفية. المهم الشيء اللي نخدمه بهذا هو نخدمه البرنوس، التيسي تاع البرنوس. هذه هنايا كيفاش نخدمه الطابعة، هذه اسمها الطابعة، نخدموها بالمجبود اللي هو هذا. وهنا كاينة السفيفة تركب على البرنوس الكحل، وهذه السفيفة نزوقو بها البرنوس ثاني من نوع آخر. وهذا هنايا القيد، يعني بمعنى التيال، يعني راه على كل الانواع هنايا. وهنايا هذا عاج على طريق ديالهم. عندنا هنايا هذه عباءة زي الجزائري اللباس العربي. وهنا هذه عندنا قشابية خادمة هنايا. وهذه هنايا هنا راني خيط في عباءة، هذا هو الشيء اللي دير. وهنا راني راه كاين هذه هي السلعة اللي في البيع. وهذا التيسي، التيسي اللي نخدم به، هذا راه باين بلي خفيف تاع الصيف تاع الوقت هذا. وهذا التيسي هذا تاع الانجليز كشمير دوبلو فاس. هذه سموها الشرقة بريمير، وهذه هنا الشرقة دوزيام. أيوا هذه لابوبلي، لابوبلاش في ريكولار. هذا هنا عندنا برموس ثاني خفيف تاع الصيف. هنا عندنا عباءة ثاني تاع الصيف، وهذه تاع البرنوس الظهر تاع الوقت هذا. نخدمو أحسن تصميم، هذا يهدوه جمعية الظهر في المناسبات للشخصيات اللي هما يبغوا يكرموهم، أيا يتصلوا بيا نخدم لهم برانيس. والحمد لله يا رب العالمين، هذه الحرفة وارثها من الأجداد، ما نجيبش نتخلى عليها، لأن راهي كما يقول لك هي اللي ناكل بها الكسرة. هكا بصراحة هي اللي ناكل بها الكسرة، وهي ما نجيبش نتخلى عليها. وماذا بيا مستقبلا ناس يورثوها عليا، ما تنقرش عندي. مختص فاني في صناعة السروج لي صاروا معروفة، تغليف الأريكات. هذه سطارة، سطارة تاع السرج تاع العبد، تجي فوق العظم. هذه عندها قرن وعشرين سنة، محتفظ بها أنا بنفسي، غادي نرممها وتقعد عندي. ما طلبوني باش نبيعها، ولكن ما نبيعهاش، إن أنا نخليها هكا تقعد عندي نحتفظ بها وخلاص. غادي نرممها، ما من الجلد هذا تاعها وكاع ما غاديش نخرب فيه، نرمم غير البلايص المخصوصين. ان هذه ما كانش في الوقت هذا، احتفظت بها من عند انسان كبير. المهم الى مازال حي
هذاك هو ولا مات ربي يرحمه ان شاء الله. هذا هو. هذه مخدومة بالفضة. بالفضة الخالصة. اللي يخدمها اليوم ما تاع. المهم راني داير الله تسلم. عيون الله تسلم وغادي غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. الشيء اللي نرموا فيها نخدموا في معنا. هذا راه خير. طلال منه. أيا خدمت به هذا الشيء. يسمى ما بقاليش بزاف. ولا نحصل عليها. لا تيست اللي درتها باش نخدم هذه الخدمة وهي مدة استغرقت لي 6 شهور باش حصلت على هذا الشيء. وإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي إمام جات لي فكرة هكا نحافظ بها نفسي إن شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نخدم في صالون ماروكو راه عندي التصميم تاعها وغادي اتصل في واحد قاري في الوزارة باش هو اللي يخدم لي الرشيم إن شاء الله الرحمن الرحيم وإذا خلي هكا نقولوا كيما نقولوا تاع الأندلسيين كيما نقولوا تاع العثمانيين كيما هذا حاجة تكون عندها معنى كي نتعلم تاع الله صح.